السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شيوة وشيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. عليكم اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الحلوه كتجي رائعه جدا تستحق التجربه، واللي هي بافاروا بالفخيز. كتجي بحال هكا، ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى ديال الجينواز، الثانيه ديال لاموس ديال الفخيز، والثالثه ديال الكولي ديال الفخيز. اذا تابعوا معنا الفيديو الى النهايه باش تشوفوا كيفاش غادي نحضروا هذه الحلوه. غادي نصاوبوا جينواز صغيره اللي تكون هي لاباز ديال الحلوه، فيها جوج ديال البيضات، 50 غرام ديال سنيده، واحد فاني، و50 غرام ديال الدقيق. هذا بالنسبه للجينواز. المكونات الاخرى غادي نستعملوها في لاموس ديال الفخيز وفي الكولي ديال الفخيز اللي غادي يجي من فوق. عندي هنا 400 مليلتر ديال لا كريم فريش ديال الحلويات طلعتها. البنات اللي في المغرب ممكن يستعملوا هولالا ولا ماجيك، على برا راه عندهم اختيارات اكثر بيان سور. كاين هنا عندي نص كيلو ديال الفخيز مطحون، وعندي كاس ديال العنبه عامر ديال سنيده. اللي بغى ينقص الحلاوه داكشي على حسب الذوق ديالكم. وعندي هنا عصير ديال حامضه، خمسة ديال الورقات ديال الجيلاتين، وسيرو ديال الفاني. صاوبتو غير بالماء مع ساشي ديال الفاني وشويه ديال السنيده، غليتهم خليتهم يغلاو شي شويه وحيدتو باش غادي نسقيو به لا جينواز. غادي ندير البيض، ونزيد عليه السنيدة، وساشي ديال الفاني، وغادي نضربهم حتى يطلعوا مزيان. الكمية ديال هاد البيض مع سنيدة تضاعف ثلاثة المرات تقريبا، يولي بحال كريم. انا نخدم بالروبو بيتخان، ممكن تستعملوا الباتور الكتريك. هو كيف كيطلع البيض مع سنيدة، كيولي اللون ديالو بيض تقريبا، والحجم ديالو كيتضاعف ثلاثة المرات. دابا نبدا نزيد الطحين شويه بشويه، ونخلط غير بسباتول من التحت للفوق باش ما نهبطش هذاك الخليط اللي طلعته. دابا صافي الخليط ديالي واجد، غادي نديرو في المول ونطيبو في فران على درجة حرارة 175 لمدة تقريبا 12 دقيقة، ما بين 10 حتى 15. 10 دقايق وشوفو طلعو عليها، قلبوها. إلا كان خاصها شي شوية زيدوها في الطياب. في الطياب غادي نستعمل المول اللي كيتحل، قاعدة عنده قاعدة متحركة. وهنا استعملت بابي كويسون، خديت في المول درت شويه من الخليط ديال الجينواز، عاد لصقت عليه بابي كويسون باش ما يتزعزعش من بلاصتو. كذلك في الجناب لصقتو بالخليط ديال الجينواز باش ما يهبطليش على لا جينواز في الطياب. وغادي نطوي الخليط ديال هنا، الفران عندي سخون. غادي نخليها طيب كما قلت 12 دقيقة تقريبا على درجة حرارة 175. ندوز نوجد لي كوش اللي غيجيو فوق لا جينواز. غادي ناخد هاد
العصير ديال الفريز ونزيد عليه سنيده والعصير ديال الحامض. هذيك الحموضه مع الفريز كتعطي واحد المذاق زوين. هادو غادي نديرهم فوق البوطه نغليو، وغادي ناخذ 4 من الورقات ديال الجيلاتين، نحتفظ بوحده 4. غادي ناخذ شي حاجه ندير فيها ماء بارد من الروبيني نشرب، وندير فيها هاد الورقات، غادي نحطهم فيه حتى يترخاو كيهبطوا وكيوليو سوبل، عاد غادي نعصرهم من داك الماء ونستعملهم من بعد. اذا هادو صافي غادي نخليهم هنا، وغادي ندوز ندير الخليط ديالي يغلي. ديال الجيلاتين صافي، ها هما كيف كيرطابوا. وردوا معاهم البال حيت الا خليتوهم بزاف راه ما تلقاو ما تجمعوا فيهم. غادي نعصرهم من هاد الماء، وغادي نخليهم هنا حتى غادي نستعملهم. ها هو الفريز غلى مزيان، دابا غادي نحيد منه شي شويه، غنخليه باش نصاوب الكوري الفوقاني. ها هو كاس كبير ما عامرش، هذا غادي نخليه جانبا، وهذا هو باقي سخون يلا حيدتو على العافيه. غادي نزيد فيه هاد الوريقات الجيلاتين ونحرك مزيان حتى كيذوبوا كلهم، وضروري يكون سخون باش يذوبوا لي هذوك الورقات ديال الجيلاتين. هاد الميلونج هذا خاصني نزيدو على ديك لا كريم فريش اللي طلعت، ولكن سخون الا درتو دابا غادي يذوبها لي. غادي نخليه شويه غير يبرد شي شويه بلا ما يقصح، حيت الا برد بزاف داك الجيلاتين غادي يجمد وغادي يقصح. اذا غادي نرد معاه البال غير يبان لي ديك الحراره ديالو هبطات شويه، ما غادوبيش ديك لا كريم فريش. غادي نخلطو معاه. الجينواز طابت، خدات لي بالضبط 14 دقيقه باش طابت، وحتى طابت وطفيت عليها من التحت وشعلت لها من الفوق على ما تحمرات شي شويه. اذا هي واخا غير بجوج ديال البيضات راه كتجي مزيانه. وعلاش كتكون صغيره ماشي يعني بربعه البيضات كاملين؟ باش بوغ ميتر اون فالور هذيك لاموس وداك الكولي ديال الفريز، داك الذوق ديال الفريز باش ما تغلبش عليه لا جينواز. المول انا غسلته حيت غادي نكمل فيه المونتاج، وهذا الجينواز حيدت لها البابي كويسون، وغادي نسقيها بداك السيرو ديال الفاني. لا ممكن ديروا النكهه اللي بغيتو ماشي مشكل. الفاني بالنسبه لي انا شي حاجه اللي يعني متوفره في اي دار، ممكن اي واحد يديرو ماشي مشكل. نسقيها شويه مزيان باش تجي رطبه من الداخل، تجيش ناشفه. خلاص هي راه شحال ما بقات في الثلاجه كتزيد ترطب. دابا غادي نحط نسد هاد المول ديالي، غادي نحطها جنبا. غادي ناخد هاد لاكريم فريش لي طلعت، وهداك الفخيز اللي زدت عليه جيلاتين هو برد ولكن باقي ما قصحش. دابا غادي نزيدو على هاد لاكريم،
ضيف الفخاز ما تطحنش. واخا تبان لكم راه داك الليكيد غالب الفريز غالب على لا كريم ماشي مشكل لان فيه الجيلاتين اللي غادي يجمع راسو. وتخلط مزيان غادي ناخذ المول ديالي غادي نخويه من الفوق ونحاول نسد هاد الفراغات اللي مع الجناب باش من ندير الكولي ديال الفريز ما يهبطليش لانه هو كيكون ليكيد. وغادي نقادو من الفوق مزيان وندخلو الثلاجة ولا الا كنتو زربانين ممكن مجمد. غادي ندخلو على ما يقصح شد راسو باش ملي نخويو عليه الطبقه الثالثه ما يسيحش ضروري خصو يشد راسو مزيان. الا كانوا عندكم هكا حبات ديال الفريز صاينين ممكن قبل ما تخويو هذا لاموس تقطعوهم شرائح ودوروهم على الجناب ديال المول عادوا تخويو لاموس باش ملي تحيدوهم يجيوكم على برا هكذا يشدوا في هذيك لاموس ملي تقصح ويجيوكم بحال ديكور مع الجناب. انا اللي نكتفي غير هكا لاموس بوحديتها بدون اضافات وصافي. غادي ندخلها للثلاجة. انا خرجت الحلوة من الثلاجة خليتها تقريبا ساعة ونص صافي راهي شدات راسها مزيان نقدر نزيد دابا لاكوش اللي من بعد. هذيك الورقة ديال الجيلاتين اللي بقات فزقتها بنفس الطريقة بحال هذوك ربعة اللوالة غادي نعصرها من داك الفائض ديال الماء اللي كتشربو. وهنا هذاك الكاس اللي كنت خليت ديال السيرو ديال الفخاز عاود سخنتو لان الجيلاتين باش يذوب خاصو تكون داك السائل اللي دار فيه يكون سخون. قال غادي نزيدو عليه ونحرك حتى كيذوب هذاك الجيلاتين. ونفس الشيء غادي نخليه يبرد شي شويه عاد نخويه من الفوق غير بشويه غير كنبقى نهز غير بالمعلقه ونسرح يعني الا خويته مره واحده راه غادي يهبط لي في لاكوش اللي لتحت. غادي نخليه حتى يبرد شي شويه بلا ما يقصح عاد ونزيدو من الفوق. دابا صافي ها هو دابا برد شي شويه ولكن باقي سائل يعني ما بداش كيقصح. غنبدا نخويه من الفوق كنهز غير بحال هكذا بالمعلقه وكنتبع القناه ديال الحلوه. وكنحطو غير بشويه باش ما نخسرش هذيك لاكوش اللي لتحت. ممكن عوض الفخاز تستعملوا اي ديسير كاين على حسب الموسم ممكن كيوي ممكن الحوامض برتقال ولا حامض ولا اي حاجه بغيتو. الطريقه البرينسيپ هو هذا والمكونات ممكن تبدعوا فيها. دابا غادي نخليها ندخلها للثلاجه ونخليها على الاقل 8 ساعات ومن الافضل توجدوها في الليل تخليوها تبات باش ملي نديموليوها تكون شدت راسها وما ما تسيحش ولا شي حاجه هكذا. اذا صافي غادي ندخلها للثلاجه كما قلت على الاقل 8 ديال السوايع.
الحلوه ديالي ها هي جاهزه، خليتها باتت في الثلاجه، انا وجدتها بالعشيه وخليتها حتى الصباح وديموليتها فاسيلمون، يعني كانت شدت راسها مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كنصحكم تجربوها، راه كتجي زوينه بزاف. الا جربتوها غادي تولي من الوصفات المعتمده عندكم. ولا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، ديروا جيم، ولا باقيين ما اشتركتوش في القناه اشتركوا باش يوصلكم دائما جديد الوصفات.